نسر جالس على كتف فرعون، كلمات سهلة برشا في النطق لكن صعيب واحد يحلم بها باش يوصل لها، أما هو حققها وصل لعملها. تعرفوا شنو معناها نسر جالس على كتف فرعون؟ معناها أنك تمتلك قلوب المصريين، معناها أنك تدخل قلوب المصريين وجماهير الكرة بمختلف ألوانها، معناها أنك تصبح غير قادر حتى باش تخرج على ساقيك في رقعة لا تتجاوز الكيلومتر مربع. هذا هو النسر اللي نتحدث عليه، النسر اللي اختار الجلوس على كتف فرعون، فرعون اللي جاب به ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها، من بورسعيد إلى أسوان. اسمه الفرجاني ساسي، ملقب بالارتيستو، ويا له من لقب. ربما لقب كذلك بالنظر لقوة قدمه اليمنى، وربما لشخصيته، وربما لأناقته. يكفي أن يغير حتى تقليعة شعره حتى يتبعه الجميع، ويكفي كونه يتكلم حتى ينصت له كل من حوله، ويكفي أن تلمس قدميه الكرة حتى ترتفع درجة التركيز لدى الجماهير. كيف فعلت ذلك أيها النسر؟ كيف وصلت هناك؟ كيف أصبح اسمك مادة إعلامية تبنى عليها البرامج والحوارات؟ ليس سهلا، لكنك حققت ذلك وتواصل. من العاصمة تونس إلى نادي الصفاقسي في جنوب الخضرة، ثم إلى فرنسا في تجربة قصيرة قبل العودة إلى الموطن، المرة هذه من بوابة الترجي التونسي. انتقال لم ولن تنساه جماهير النادي الصفاقسي لأنه كان مؤلم جدا، لكنه حصل. ثم 6 أشهر في العالم النصر في السعودية قبل أن يحط الرحال في القاهرة، في مدرسة الفن والهندسة في الزمالك المصري، ومن هناك تنطلق قصة حب عنيفة مع الفرسان وجماهيرها، قصة أعاد فيها أمجاد البطل الفرجاني رفقة زملائه كانوا له بمثابة الأشقاء، قصة أعاد فيها ما فعله مع النادي الصفاقسي برفع الكونفدرالية الإفريقية. القصة ليست قصة لاعب كرة قدم حمل ألوان ناد يعشقه الملايين، القصة قصة إنسان احتضنته جماهير ومدينة وعاصمة وجمهورية بأكملها. القصة قصة كتاب من 1000 صفحة، تمريراته، أهدافه، أسلوب لعبه، حضوره على الميدان وخارجه، لمساته للكرة، حواراته القليلة اللي كان يستمتع كل من ينصت إليها، لهث الإعلام وراءه، كل ما يدور حوله كان مهم، كل ما يروى عنه كان مهم، وكل ما يفعله كان مهم. القصة قصة قلب أسد، قصة ساحر، قصة فنان أنيق في لعبه، أنيق في أهدافه. عديدة هي الأهداف التي سجلها بألوان الزمالك، أهداف لن تنساها الجماهير، مثل ذلك الهدف ذات يوم من سنة النهائي التاريخي بين الأهلي والزمالك، ذلك الهدف الذي سجله مساء يوم من أيام نوفمبر في زمن الكورونا، هدف جاء في نصف نهائي الرجاء ليفتح به الطريق نحو الفاينل. أهداف ولقطات لن تنساها الجماهير وستحفظها الذاكرة، مثل تلك اللقطة، لقطة الدخول للميدان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية بزيه المدني بعد إصابته وغيابه عن المباراة. يومها هتف 50,000 متفرج باسمه لأنهم يعرفون قيمته. لأنهم يعرفون معدنه ولأنه امتلك قلوبهم. من منا لا يذكر ما حصل في كان إفريقيا 2019؟ من منا لا يذكر كيف وضعت جماهير مصر منتخب تونس في قلوبها؟ لا لشيء سوى أن الفرجاني كان هناك. لا أحد سينسى ذلك. أغاني وأهازيج وشعارات رفعت وكتبت باسمه، أماكن حجزت في القلوب من أجله، وتضحيات قامت ولا زالت تقوم بها جماهير الفرسان للمحافظة عليه. حملة لبيع أقمصته أطلقت، وسيدة قدمت ما تملك من ذهب في بيتها للمساهمة في تجديد عقده، لأنه ليس بمجرد لاعب كرة قدم، إنه إنسان يحمل ثقافة، شخص يقدم دروسا في الحب والعشق. قطاع الناشئين في الزمالك يعرفه، عمال النادي يعلمون ما يحتويه قلبه من طيبة وكرم، لأنه أكثر من لاعب يحمل قميصا على كتفيه. لقد خبرناكم إنه نسر يجلس على كتف فرعون. عيد ميلاد سعيد أيها النسر، أيها السفير، سفير كرة القدم التونسية في مصر النيل، مصر التي احتضنت الفرجاني، والفرجاني الذي ضم مصر على صدره، تماما كما سبقه إلى ذلك معلول الأهلي وأبو جلبان والعابدي والنجاز وبن زكري والجزيري وغيرهم ممن وطئت أقدامهم القاهرة. عيد ميلاد سعيد أيها النسر.